A charge of value plus Q is located at the center of a cube. الكيوب اللي هو جميع أضلاعه متساوية. حاجة بالمنظر ده. بيقول افرض بقى بعده أي حاجة، إيه مثلا؟ بيقول عندنا شحنة بلس كيو هنا كده في النص، وده ايه؟ بيقول عايز الالكتريك فلكس ثرو ذا سيرفيس اوف ذا كيو. لو شحنة جوه اي سطح يبقى الفلكس اللي طالع منها بيساوي ايه؟ هيطلع في جميع الاتجاهات، فالفلكس اللي هو الفاي بيساوي Q enclosed على الابسلون نوت. Q enclosed هنا Q plus Q يبقى Q على الابسلون نوت. ده اللي بنطلع كل الاسطح مع بعض، ده اجمالي. طب لو سطح واحد بيقول لي كالكليت الكتريك فلكس ثرو ايتش سايد، برضو Q enclosed على مش كل الاريا بقى، ستة اللي طلع كله على بعض ده، يبقى ستة ابسلون نوت، يعني هيساوي كيو على سكس ابسلون نوت. يبقى كل وجه طلع عليه ده، الاوجه كلها على بعض طلع منها ده.